الشعار على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا أتابع هذا الشعار والشعار الاقتصادي هنا أيضا في هذه اللحظات وفي هذا التحدي والإثارة المستمرة هنا من مغرية. محمد بن غانم بن حمودة الظاهري يتواجد مع المركز الخامس السادس. المركز السادس وصول من العنود حميد بن سعيد بن سعيد المنصوري على سادس التحديات، بينما المركز السابع وصول هناك من شواهين عيسى بن علي بن سعيد المنصوري، ولحظات وصول أيضا محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي يتقدم مع المركز الثامن. المركز التاسع المركز التاسع وصلت الشاهينية جابر بن حمد بن علي بن عذبه المري، والمركز العاشر في هذه اللحظات وفي هذا المسار وصول هناك من حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي مع انطلاقة الشاهينية. هكذا النداء عود إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع التحدي والإثارة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. عودة إلى صدارة هذا الشوط مع المقدمة والصدارة مع الوسمية هناك أيضا على الصدارة من تتقدم بشعار راشد بن علي بن محمد الدرعي، بينما المركز الثاني وصول من مغرية محمد بن غانم بن حمودة الظاهري بدأ يتقدم هذا الشعار الشعار الاقتصادي، بينما المركز الثالث وصول وتحدي وإثارة هنا من هذا الشعار من الشاهينية جابر بن سلطان بن راشد الخيلي وصل هنا مع هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا على دا، بينما المركز الرابع وصول هناك أيضا أعزائي المشاهدين، بينما هنا المركز الرابع وصول وتحدي وإثارة من الشاهيني عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي يتواجد مع المركز الرابع، وصل هنا هذا الشعار على المركز الخامس. تقدم هنا مبارك بن احمد بن خزع العامري مع انطلاقة شواهين في هذه اللحظات، بينما هناك من الواصل وصول وتحدي وإثارة في هذه اللحظات. شعار جميل هنا، شعار قد صال وجال في عالمنا الساحر في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. سعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي وصل، ولكن الله اختلط الحابل بالنابل في هذه اللحظات في هذا المسار. اشوف واتابع غزوه، بدا الغزو هناك ايضا ايضا سريع بن فهد بن صغير ايضا الخالدي يتواجد في هذه اللحظات، واللي واصل هناك ايضا صواب احمد بن جمعه بن مطر الخيلي وصل ايضا مع هذا الصواب الجميل والمميز بهذا الشعار، بينما هناك الوصول من الحذره سالم بن سعيد بن سليم الدرعي. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شعارات المميزة هنا تتقدم في هذه اللحظات. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية ظهرا، هناك أيضا مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ. صدارة هذا الشوط مقدمة هذا الشوط المركز الأول هنا مع هذه الأسماء الجميلة، هناك أيضا المميزة هنا الباحثة عن الناموس الباحثة عن نقطة ذهبية في عاصمة الميادين. صدارة هذا الشوط غزوة غزوة ما زالت هناك أيضا. هنا سريع بن فهد بن الصغير الخالدي يتواجد هناك أيضا في هذا الصدارة هذا الشوط مع مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. أتابع هناك من حاف سعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي يتواجد على الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتحدي وإثارة على المركز الثالث في هذه اللحظات. الوسمية وصلت الوسمية، تقدم راشد بن علي بن محمد الدرعي، ولكن أشوف الشاهينية تقدم جابر بن سلطان بن راشد الخيلي، ولكن الله 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 شوفوا من القادم هنا درب يا أخواني طريق لهذه الذلول العملاقة. هنا حذاري رقش من طبازة بن الدودة العامري وصل راعي مياس هنا يتقدم هنا بهذا الشعار، بينما هناك أيضا الوصول من الشاهينية علي بن سعيد بن محمد النعيمي يتواجد هنا مع انطلاقة
الشاهينية في هذه اللحظات. وشوف هناك سمحة مبارك بن محمد بن نصر العامري يتواجد في هذه اللحظات وفي هذا المسار، بينما قشمر هناك ناصر راشد بن سعيد الجابري هنا يتواجد في هذا التواجد، وحمد بن مطر بن عميله الشامسي وصل، وهالي زاخر عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول. هناك الناموس يتجول ما بين هالشعارات، العمالقة في موقع واحد، الكبار بدأ يتواصلون في هذا الانطلاق. الله 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 بدليوي يدل الطريق هنا إلى الناموس، إلى خط نهاية على صدارة هذا الشوط مع المقدمة والمركز الأول من حافظ عيد بن سهيل بدليوي الاكتبي على الصدارة والمقدمة. ولكن هنا وصول جميل مميز في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل. هناك أيضا وصول من صواب أحمد بن جمعة بن مطر على خيلي هنا الفيلسوف، وصل هنا رجل الأمتار الأخيرة، بينما المركز الثاني الله في هذا الكيلو، الكيلو الأخير هنا، الكيلو الخطير. أيضا أعزائي المشاهدين شاهدين الوصول في هذه اللحظات من شقرة محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، وصل وصل المنصوري هنا مع انطلاقة شقرة. ولكن شوفوا أشوف القدوم، أشوف هناك أيضا رتبة عبد الله بن محمد بن عويضان العامري، وصل هنا أيضا في هذه الرتبة الجميلة والمميزة. ولكن الصدارة وين؟ بدلاوي هناك أيضا على المقدمة على المركز الأول. أهالي الهباب يطالبونك بالناموس هنا وينتظرون الناموس لهذا الشعار المركز الثاني. الله 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 الله، وصول هناك ايضا من صواب في عين الصواب، في عين الصواب احمد بن جمعه بن مطر الخيلي هناك ايضا على الصداره والمقدمه، بينما هناك ايضا رقش من طبازه بن الدوده العامري. ولكن الله 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 بدا العرض هنا، الله يا سلام يا سلام يا سلام. هناك ايضا شقره محمد بن عبيد بن عيد المنصوري هنا، سلام 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 يا المنصوري، سلام سلام يا بن عيد، سلام تحية واحترام. هناك أيضا مع شقرة 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 شقرة، وسلام للوثبة، سلام سلام إلى عاصمة الميادين محمد على ظهر شقرة محمد بن عبيد بن عيد المنصوري. ومشكور يا محمد العمري، مشكور على هذا الأداء الجميل هنا أيضا وهذه العرضات المميزة. المركز الثاني لحظات الوصول من حذاري رقش بن طبازة بن الدود العامري، المركز الثالث لحظات وصول وتحدي من علي راشد بن سعيد بن علي المري، والمركز الرابع وصول وتحدي من الشاهينية عامر بن سعد بن محمد بن فهيد المري، والخامس المراكز هناك من حافظ سعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة، عرض جميل مميز هنا مع الأمتار الأخيرة هنا من شقرة محمد بن عبيد بن عيد المنصوري. أيضا لحظات الوصول أيضا 9 دقائق وأيضا 23.7 أجزاء من الثانية. مشكور يا أيضا برايقي. أيضا أعزائي المشاهدين لحظات الوصول والتحدي والإثارة هنا، بينما المركز الثاني هناك أيضا حذاري رقش بن طبازة بن الدود العامري 9 دقائق 25.9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وصول وتحدي وإثارة من أيضا هناك عالية راشد بن سعيد بن علي المري. ولحظات الوصول أيضا مقدمة هذا التوقيت الزمني 9 دقائق أيضا و28.4 أجزاء من الثانية. تهانينا والنامو.